نشرة إخبارية موجزة من تلفزيون الدنيا في دمشق، السلام عليكم. المعركة هي معركة وطن وليست معركة كرسي. مفردات اختصر فيها الرئيس الأسد عامين ونيف من الأزمة. ما سر الصمود كان السؤال، أما جواب الرئيس الأسد فهو أن الخصوم لم يقرأوا الوضع في سوريا بشكل دقيق، لأنه لا يمكن أن تصنع ثورة بأموال. من قلب قصر الشعب في عاصمة المقاومة دمشق أطل الرئيس الأسد ليتحدث عبر قناة المنار عن الوضع في الميدان وادعاءات قتال حزب الله في سوريا. أول سبب لانقلاب الموازين هو انقلاب الحاضنة. كان هناك حاضنة في بعض المناطق للمسلحين، وأكد ليس عن قلة وطنية وإنما عن قلة معرفة. هناك الكثير من الأشخاص الذين خدعوا، اعتقدوا بأن هذه ثورة ضد السلبيات الموجودة. انقلبت هذه الحاضنة، هناك العديد من المسلحين انسحبوا من هذه المجموعات الإرهابية وعادوا إلى الحياة الطبيعية. نتحدث بشكل منطقي، إذا كان يريد حزب الله أن يدافع عن سوريا أو المقاومة سترسل عدد من المقاتلين، كم ترسل؟ بضعة مئات؟ ألف؟ ألفين؟ نحن نتحدث عن معركة فيها مئات الألوف من الجيش السوري وعشرات الألوف من الإرهابيين، لم يكن أكثر من ذلك، أكثر من 100,000، لأن العدد مستمر ب يعني تغذية الإرهابية مستمرة من قبل الدول المجاورة والدول التي تدعمها من الخارج. فهذا العدد الذي يمكن أن يساهم فيه الحزب بالدفاع عن الدولة في معركتها مقارنة بعدد الإرهابيين والجيش ومقارنة بالمساحة السورية لا يحمي نظام ولا دولة. هذا من جانب. إذا قالوا بأنه يدافع عن الدولة أيضا، لماذا اليوم؟ لماذا هذا التوقيت؟ المعارك ابتدأت بعد رمضان عام 2011 وتصاعدت حتى وصلنا إلى عام 2012، صيف عام 2012، وبدأوا بمعركة تحرير دمشق، وكان هناك ساعة صفر أولى وثانية وثالثة، وتم اغتيال الضباط الأربعة، وحصلت عدة عمليات فرار من الدولة في سوريا، وكان الكثير يعتقد بأن ذلك الوقت هو وقت سقوط الدولة، ولم تسقط، ومع ذلك لم يتدخل حزب الله في ذلك الوقت، فلماذا يتدخل الآن؟ هذا جانب. هناك جانب أهم، لماذا لم نرى حزب الله في دمشق وفي حلب؟ المعركة الأكبر هي في دمشق وفي حلب وليست في القصير. القصير مدينة صغيرة. لماذا لم نرى في حمص؟ كل هذه المعطيات غير دقيقة. القصير استراتيجية، كل الحدود استراتيجية بالنسبة للإرهابيين، كل حدود يتم تسريب تستخدم لتسريب الإرهابيين والسلاح. فلا علاقة لكل هذه العناوين التي طرحت بموضوع حزب الله. إذا ربطنا موضوع ما طرح الآن، النواح والعويل الذي نسمعه الآن في الإعلام العربي وبتصريحات المسؤولين العرب وبتصريحات الأجانب، حتى بان كيمون صرح وأصبح قلق من تدخل حزب الله، من حزب الله في القصير. نعم. هذا كله مربوط بعملية خنق المقاومة. لا أحد يأخذ معارك ليذهب باتجاه التقسيم. إذا أردت التقسيم فلتذهب باتجاه التقسيم، ولكن لا تأخذ معارك في كل البقاع السورية وفي مختلف أنحاء سوريا لكي تذهب باتجاه تقسيم باتجاه زاوية محددة. سير المعارك لا يوحي بأن هناك من يسعى للتقسيم في الدولة السورية، بالعكس تماما، هذه المعارك هي معارك الحفاظ على وحدة سوريا وليس العكس. على الأرض دمرت وحدات من قواتنا المسلحة نفقا بطول 200 متر وعمق نحو 10 أمتار يصل بين حرست قرب جامع الإيمان وحتى الغرب من الطريق الدولي دمشق، وكان الإرهابيون يستخدمونه للتنقل بين المنطقتين وتخزين الأسلحة والذخيرة. وأسفرت العملية أيضا عن القضاء على عدد من الإرهابيين ممن كانوا يختبئون داخل النفق. ميدانيا أيضا دمر بواسل قواتنا المسلحة سيارة مجهزة برشاش ثقيل، وضبطوا سيارة أخرى محملة بالذخيرة والمواد الطبية المسروقة في كمين محكم لمسلحين حاولوا الخروج من مدينة القصير عبر قرية شمسين، ما أسفر عن مقتلهم جميعا، ليتبين فيما بعد أنهم تابعون لما يسمى لواء التوحيد. إلى ذلك سجلت وحدة عسكرية فائقة التدريب ومجهزة للاشتباكات المباشرة عبر كمين محكم عملية دقيقة وخاطفة تم عبرها استعادة 80 سيارة مدنية كان المسلحون قد اختطفوها على طريق تدمر البادية معبر التنف، وتمكن عناصر الوحدة من قتل 10 مسلحين وإصابة 20 آخرين وإعطاب سيارتين مزودتين برشاش دوشكا في موقع العملية شمال الشحمة وشرق العليانية.
أورد الكرملين أن روسيا ترحب بنية السلطات السورية المشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا. وأضاف الكرملين أن رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة السورية لا يساعد على عقد المؤتمر الدولي. هذا فيما أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاغوف أن عقود الأسلحة الموقعة بين روسيا وسوريا تنفذ وفق جداولها المبرمة مسبقا، وتخص أسلحة لا يشملها أي حظر دولي، لافتا إلى أن الحديث لا يدور حسب علمه حول توقيع عقود جديدة. وبهذا الصدد أعلن سيرجي كورتكوف مدير عام شركة ميغ الروسية لصناعة الطائرات أن روسيا قد تزود سوريا بعشر مقاتلات من طراز ميغ 29 MM2 بموجب اتفاقية موقعة بين الجانبين. أعلنت الأمم المتحدة في جنيف أن اجتماعا تمهيديا للمؤتمر الدولي حول سوريا سيعقد في جنيف في 5 حزيران المقبل، مشيرة إلى أن ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة سيعقدون اجتماعا ثلاثيا في 5 حزيران القادم يتمحور حول التحضير للمؤتمر الدولي. وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف الشؤون السياسية جيفري فيلتمان سيمثلان الأمم المتحدة في هذا الاجتماع. إلى ذلك قالت جين باسكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن روسيا شركة هامة لدفع الأطراف في سوريا للجلوس معا في مؤتمر جنيف، معتبرة أن النقطة التي تعول عليها إدارتها هنا هي العمل مع دول مثل روسيا التي لها روابط مع الحكومة السورية لنرى ما إذا كان يمكن إعادة الجانبين إلى الطاولة. وأقرت بيسكي بعدم اتفاق الجانبين الروسي والأمريكي في كل قضية بشأن سوريا، لكنها أشارت إلى أن واشنطن ترى في موسكو شريكا هاما للتحرك صوب عقد المؤتمر. إلى ذلك جددت البعثة الكوبية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية دعم كوبا الكامل لإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا دون تدخل أجنبي وعبر الحوار، ورفضها جميع الدعوات لاستخدام القوة والعنف ضدها، معربة عن ثقتها بقدرة الشعب السوري على حل مشاكله دون أي تدخل خارجي. وقالت الدبلوماسية الكوبية أن الدعوات لتغيير النظام في سوريا واستخدام القوة والعنف مثيرة للقلق، داعية جميع الدول للمساهمة في الحوار والتفاوض لإيجاد حل للأزمة في سوريا. أعلن دبلوماسيون أمريكيون في مجلس الأمن أن أعضاء المجلس اتفقوا على إدراج جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في قائمة المنظمات الإرهابية. وأشار الدبلوماسيون الأمريكيون إلى أن أعضاء في مجلس الأمن 15 أيدوا إدراج الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية بالإجماع، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذا القرار رسميا في وقت لاحق اليوم. من جهتها أعربت روسيا عن القلق العميق من ضبط غاز السارين، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ينتظر من تركيا تقديم المعلومات حول اعتقال مسلحين سوريين وفي حوزتهم غاز السارين، مضيفا أنه تم التحذير أكثر من مرة من أنه يمكن استخدام الغازات السامة في سوريا للاستفزاز. في اعتداء جديد على المقامات والأضرحة الدينية قام إرهابيو جبهة النصرة بتفجير مقام النبي إبراهيم الخليل عليه السلام في قرية عين العروس بريف الرقة. وعين العروس تقع جنوب مدينة الأبيض وشمال مدينة الرقة، وهي تشتهر بالمقام الذي تحول إلى تراب كواحد من أقدم المساجد التي بنيت في التاريخ. ويشكل المسجد مع المقام محطة للسياحة الدينية، وقد بقيت معلما تاريخيا منذ عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب والخليفة العباسي هارون الرشيد دون أن يقترب منها أحد. قالت صحيفة ديلي ستار اللبنانية إن 2 ممن ظهروا في الصورة مع السيناتور الأمريكي جون ماكين خلال زيارته إلى ريف حلب متورطان في خطف الرهائن اللبنانيين، وهما أنور إبراهيم ومحمد نور، ما يعني أن ماكين وطبقا للقانون الأمريكي اجتمع مع إرهابيين. المتحدث باسم ماكين وحسب واشنطن بوست أصدر بيانا قال فيه: من المؤسف أن يكون جرى تصوير عضو مجلس الشيوخ عن طريق الخطأ مع نور، زاعما أن عددا من السوريين الذين كانوا في استقباله وطلبوا التقاط صور تذكارية معه ولم يكن له سوى الامتثال لرغبتهم كالعادة،
وأضاف البيان إنه إذا كان الشخص الذي جرى تصويره مع السيناتور ماكين هو محمد نور فعلا فإن هذا يدعو للأسف. لكن وبعيدا عن البيان، يقول متخصصون في القانون الأمريكي إن هناك إمكانية حقيقية لملاحقة ماكين قضائيا من قبل أهالي المخطوفين، لا سيما وأن الشخصين المذكورين ظهرا معه في صور أخرى خلال اجتماعات عقدها مع المسلحين. ختام هذه النشرة الإخبارية الموجزة أتتكم من غرفة أخبار تلفزيون الدنيا، شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.